السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الفضلاء المحترمين من العلماء والأحباء حفظكم الله، وجميع الحاضرين والسامعين والمحبوبين في أنحاء بلاد إندونيسيا المحبوبة. الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا ونورا للحياة وسبيل النجاة للذين آمنوا إلى جنة الله ورضوانه، والصلاة والسلام على خير النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد علم العلم في كل سوء الحياة، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسرني أن أقدم إليكم أيها السادة الفضلاء نبذة من الخطبة بعنوان المدرسة المحمدية المتوفقة. أيها السادة الفضلاء حفظكم الله، فمن أهمية تأسيس هذه المدرسة يا تربية الأولاد من صغارها هذه المدرسة. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى جميعنا يكون عملنا على علم، فبهذا يكون عملنا صوابا كما يريد الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل surat Al-Buruj yang artinya gugusan bintang.